السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته، تقبلوا فائق احترامي وتقديري. يا أحلى مشاهدين، من رحم المعاناة يولد الإبداع. كم أنت امرأة رائعة تبدعين وتكافحين وتقاومين أيتها المرأة، كم أنت رائعة أيتها المرأة بماضيك وحاضرك ومستقبلك. أنت المصباح المنير يا امرأة، في جعبتك كل خير يسير، وبقدراتك ومهاراتك تحسنين التأطير. كم أنت رائعة ببساطتك، كم أنت رائعة ببساطتك ورقيك، فلساني يعجز عن التعبير. تساهمين في تنمية الأجيال يا امرأة، تساهمين في التطوير والتغيير، وتصعدين صهوة الإبداع والتدبير. فلا تبالين للآخرين يا امرأة، كوني أنت لا تكون غيرك. فلا تبالين لمن يقلل من شأنك ومن قيمتك يا امرأة. بشراك بشراك، فأنت المصباح المنير. لا تقتلي عفويتك وتلقائيتك لإرضائهم، لا تتجردي من لباسك لتسترينهم، لا تنسلخي من جلدك لإشباع رغباتهم وعنادهم، فجحودهم الدائم سيدمرهم يا امرأة. فكوني أنت لا تكوني غيرك، فظلمهم لك سيبقى مجرد حبرا على ورق. كوني أنت لا تكوني مثلهم يا امرأة، فأنت المصباح المنير، جحافل الود والتقدير. والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته، دمتم في حفظ الله. تحياتي بلا ضفاف، أحبكم في الله.